والآن مع أسئلة إلى الدلالة. أذكر ثلاثة آداب من الآداب التي ذكرها الشافعي في مقدمته. على الترتيب. الأحسن. وقل وكن صادقا لو لولا لئام وروحه لطاح العلام الكل في الكل والقلا. ليس له جبريل فقط كذب. الصدق. الماذا؟ الصدق. الصدق؟ نعم. ثم الصبر. الصبر. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلع. ترك الغيبة. ترك الغيبة. نعم. وعيش سالما صدرا وعن غيبة فغيبة. الثاني ما مذهب إمام نافع بين السلفين؟ له أول له البسملة والوصل والسكت. هذا نافع وكذب لورش لقالون البسملة بين الصورتين فقط. ولورش البسملة بين الصورتين والوصل بلا بسملة والسكت بلا بسملة إلا في الأربع زور. القراء والرواة الذين يدخلون الألف بين الهمزتين هم قالون وأبو عمرو وهشام. أين يمكن الهمزتين؟ همزتين في كلمة واحدة. ومدك قبل الفتح والكسر حجة. الإدخال في الهمزة المكسورة والمفتوحة لقالون وأبو عمرو وهشام. سؤال الأخير، اشرح ثلاث أبيات من أم القرآن. وبسملة بين ومالك يوم الدين راهوه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى وصاد زايا أشمها لدى خلف وشم الخلاد الأول عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقف وموصلا. ومالك يوم الدين راهوه ناصر الإمام عاصم والكسائي يقرأان بالمد بإثبات الألف مالكي والباقون يقرؤون ملكي بحذف الألف وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى. والإمام قنبل أن ابن كثير يقرأ بالسين عند الصراط والصراط بحيث أتى. وكيف بحيث أتى يعني كيف جاءت وكيف تصرفت سواء كانت معرفة أو منكرة. كيف جاءت المؤلفة؟
مثل اهدنا الصراط المستقيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم نعم. وصاد زايا اشمها لدى خلف. والامام خلف عن حمزه يقرا باشمام الصاد زايا، وهو ايضا كيف جاءت وكيف تصرفت في كل المواضع في القرآن الكريم. نعم. الصراط واشمم لخلاد الاول، يعني الامام خلاد عن حمزه يقرا بالاشمام الصاد زايا في الموضع الاول من القران الكريم، وهو اهدنا الصراط المستقيم. والباقون يقرا بالصاد، والباقون يقرؤون بالصاد في كل المواضع. باقون يقرؤون بالصاد في كل المواضع. عليهم إليهم حمزتهم ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. كلمة عليهم وإليهم ولديهم مثل صراط الذين أنعمت عليهم وإليهم مثل وإليهم مثل لا تأتي بالمثال. نعم. وإليهم ولديهم وما ولديهم. نعم. حيث جاءت في القرآن الكريم حمزة يقرأ بضم الهاء والباقون يقرؤون بكسرها.